وليس لكثير من الأحياء والقرى في الضواحي الغربية لعدن غير هذا المستشفى العسكري في مدينة صلاح الدين، لكنه وبعد محاولة إعادة تشغيله ما زال يعاني الكثير من الإشكاليات الحائلة دون تقديم خدماته لما يقارب 50,000 مواطن. عدن موجود متحقات مالية، سواء يعني ميزانية تشغيله أو غيرها للوقت الحاضر، لم نستلم منذ بداية الحرب. إضافة إلى ذلك المرتبات، يعني الآن مرتبات البعض، يعني بعض الضباط الأفراد لم يستلموا من أكثر من 6 أشهر. الكوادر الطبية والموظفون هنا واقعون بين إدارة الصحة التي لا تعتبرهم منتسبين لها، وبين وزارة الدفاع التي لم تسلم معاشاتهم، فيما يشكو قسم التمريض وجلهم من المتطوعين من استمرار عملهم دون توظيف وتأهيل. نقوم بعمل طوعي بدون مرتبات، بدون أي اهتمام من قبل الدولة أو من قبل الشرعية، لأنه ما فيش إمكانيات، وهنا المرضى يترددوا علينا باستمرار. احنا نسي أن المستشفى يتأهل أكثر، يأهلون أكثر عشان نكسب خبرات. يحاول المستشفى استيعاب الحالات الوبائية الأخيرة من حمى الظنك والكوليرا فيما أغلقت الكثير من الأقسام، بالإضافة إلى نقص في الأدوية والمحاليل. عندنا نقص في بعض الأدوية بالنسبة للمحاليل الوريدية، بالنسبة للمضادات الحيوية وأدوية الأطفال، إلى جانب المحاليل المرتبطة بالأقسام التخصصية. ويظل حال المستشفى الذي تأسس في بدايات القرن العشرين شاهدا على تدهور المؤسسة العسكرية وتجريف مقدراتها العريقة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.